بعض الأمور الحيوية والمفارقات التي تحدث في منطقة الشرق الأوسط، هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى، لابد أن أستغل منبركم الكريم أستاذ مصطفى وأعطي لحضرتك بعض الأرقام المهمة، لا علاقة أيضا بالحرب إن وقعت حربا إقليمية وتوسيع رقعة الحرب. لك أن تتخيل أستاذ مصطفى بأن يوجد 11 دولة عربية في منطقة الشرق الأوسط، 11 دولة دولت 27% يتم تصدير النفط والغاز، 27% من قبل هذه الدول بخصوص النفط وأيضا الغاز 14%. هذا إن دل يدل على أن يوجد دول أجنبية ودول أيضا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وشهدنا أيضا بعد الحرب الروسية الأوكرانية اتجهت الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية وإلى قطر وإلى الإمارات وإلى دول المنطقة، لما يعلم أو تعلم الإدارة الأمريكية بما تمتلكه هذه الدول من الثروات النفطية والغازية. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى أيضا المتعلقة بكمية الاستثمارات التي تتم أيضا في منطقة الشرق الأوسط من قبل الاتحاد الأوروبي، يوجد أيضا 181 مليار دولار. هذه المشروعات في منطقة أيضا الشرق الأوسط مقسمة، 37% من الاتحاد أو 37 مليار دولار من قبل الاتحاد الأوروبي. وأنا قلت في أكثر من لقاء بأن الاتحاد الأوروبي هو المتضرر الأكبر إن قامت أو اندلعت حربا إقليميا. هذا الرقم لا علاقة بالاتحاد الأوروبي. أما الرقم الآخر المتعلق ب 6 مليار دولار من أمريكا الشمالية و5 مليون دولار من دول أوروبا الناشئة، 5 مليار من الدول الأوروبية أو من دول أوروبا الناشئة. أما الأرقام الأخرى أستاذ مصطفى، نحن نستورد، أنا أتحدث مع حضرتك الآن عن الدول العربية المستوردة من الاتحاد الأوروبي، 810 مليارات دولار. هذا إن دل يدل على 179 مليار دولار نستورد المنتجات ونستورد بعض الأمور من الاتحاد الأوروبي. أما الولايات المتحدة الأمريكية 86 مليار دولار. أما الدول الآسيوية النصيب الأكبر 272 مليار دولار. هذه الكميات أو هذه الأرقام المخيفة التي تؤثر. وأقول لك أيضا من ضمن الأسلحة التي وارد جدا أن يستخدمها حزب الله اللبناني وأن يستخدمها أو تستخدمها إيران أو أدوات إيران أو محور المقاومة في منطقة الشرق الأوسط، بأن تعطل النفط والغاز، أن توقف الإمدادات إلى الدول الأوروبية نهائيا عن المنطقة. هذا إن دل يدل على أن أسعار النفط سوف تكون في زيادة، والاختناقات التي سوف تحدث أيضا في الدول الأوروبية. يعني شهدنا أيضا أزمة حقيقية بالفعل بعد الحرب الروسية الأوكرانية. أقول لك وأن أقدر أن أجزم بأن هذه الحرب إن دلعت سوف تكون يعني وبالا على المنطقة، وأكثر تأثيرا بخصوص التضخم والركود وما شابه ذلك في هذه الجهة. أما الجهة، أنا تحدثت معك الآن عن الأرقام الاقتصادية أو بعض أو في جزء من الأمر الاقتصادي. أما بخصوص يوجد نقطة مهمة جدا، حزب الله اللبناني أو الجانب الأوراني كان دائما وأبدا على مدار 10 أشهر كان يرسل رسائل مهمة جدا لحلفائه في المنطقة، يقول لهم بهذا النص: لابد أن تلتزموا بقواعد الاشتباك، ولابد أن لا ننجر إلى ما يتم تخطيطه من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، وكذلك أيضا المساعد الأكبر في المنطقة وفي العالم وأيضا الشريك الاستراتيجي والعلاقة الوثيقة العلاقة الوطيدة والعلاقة المتينة التي لا تؤثر فيها أي خلافات ولا أي اختلافات، ألا وهي الولايات المتحدة الأمريكية. هذه أيضا نقطة. النقطة الأخرى، أعطي لحضرتك أستاذ مصطفى بعض النقاط التي لا علاقة بتصعيد وتيرة المواجهة وحرب شاملة، وخاصة الجبهة اللبنانية. نعم، وأنا أعلم بأن الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو وسموتريتش وبن غفير يريدون إيران. لماذا الجانب الإيراني؟ لأن يوجد سلاح نووي، وهذا هو المقصود، وهذا هو الهدف الأقوى والأكبر لدى الحقيقة.